المحاضرة السابعة تكمن عمليات إدارة المخاطر في القطاع السياحي في جملة من الإجراءات العلمية المستمرة للحصول على مجموعة كبيرة من المعلومات لتشكل قاعدة معرفية للتعرف والتمييز بين أنواع المخاطر العلمية بغرض التخطيط السليم للحد من المخاطر. وتطبق عدة من الإجراءات العلمية لكي يستدل بها لغرض التخطيط والتنظيم والتنفيذ والرقابة بما يسهم في الحد من المخاطر المحتملة التي يمكن مواجهتها أو التنبؤ بها من جهة والمخاطر التي تعيشها وتعاني منها المنظمات السياحية بما يؤدي إلى التقليل من الخسائر والتكاليف في مواجهة المخاطر وتقليلها خلال مدة زمنية معينة. إن الإجراء الأساسي في معالجة المخاطر يبدأ من تحديدها أولا وتعرفها بصورة علمية موضعية ومن ثم القيام لتقدير حجم المخاطر وتحليلها من أجل السيطرة المعلوماتية عليها. ويهدف هذا الإجراء إلى معرفة علاقة المخاطر مع المؤثرات المعتمدة وكذلك معرفة شدة المخاطر وترددها. إن معرفة الخطر يكمن في تمييز أنواع المخاطر بما يؤدي إلى تصنيفها بصورة مبسطة ويمكن الحصول على معلومات من خلال إجراء العمليات التالية. القيام بالتفتيش والرقابة على مكان من الخطر في الإدارة والعاملين من الناحية الأمنية والسلوكية. القيام بالتفتيش والرقابة على مكان من الخطر في الإدارة والعاملين من الناحية الأمنية والسلوكية. المراجعة الدورية لمستوى جودة الخدمات المقدمة وعمليات تقديمها في المرفق السياحي. تقييم العروض والتجهيز والعقود المبرمة مع الموردين والشركات ذات العلاقة. المراجعة الدورية لمستوى جودة الخدمات المقدمة وعمليات تقديمها في المرفق السياحي. تقييم العروض والتجهيز والعقود المبرمة مع الموردين والشركات ذات العلاقة. مراجعة النشاطات العلمية والخسائر التي يمكن أن تواجهها المنظمة السياحية. التنبؤ بالمخاطر المتوقعة أو المحتملة التي يمكن أن تواجه المنظمة. يمكن لهذه الإجراءات المذكورة تزويد المنظمة بالمعلومات الكافية لتحديد الخطر أو المخاطر التي يمكنها أن تقف أمام المنظمة السياحية. ومن ثم يمكن للإدارة العليا أن تضع الخطط والبرامج إزاء كل خطوة وإجراء لغرض تقليص حجم الخسائر وتحقيق المنافع المتوخاة أمام التحديات المعاصرة. كما أن تقييم مستوى وحجم المخاطر ومن ثم من خلال معرفة المؤشرات المعتمدة التي يمكنها التأثير في حجم المخاطر سلبا وإيجابا على مستوى أداء ومستقبل المنظمة السياحية من جانب آخر. فقد تتجه المنظمة السياحية إلى تبني خطط للأمن والسلامة السياحية من خلال الآتي: تحديد وتعريف قضايا الأمن والسلامة السياحية،
تشخيص الوضع الحالي وأوجه جوانب المخاطر، اقتراح الحلول للمعالجة، إعداد خطط لإدارة المخاطر وإدارة الطوارئ والأمن والسلامة في المنشآت السياحية، تنمية وتطوير مسار الأمن والسلامة السياحية. وقد تعمل شركات التأمين الوطنية أو المتخصصة على تقليل حدة المخاطر من خلال الضمانات أو التعويضات التي يمكن أن تحصل عليها المنظمة عند حدوث خطر معين. يخضع لعملية التأمين ضد الخطر، وذلك بموجب عقد مبرم بين المنظمة وشركة التأمين. وقد تفرض هذه الشركات الالتزام باتباع إجراءات معينة كإجراءات السلامة والأمان من خطر الحرائق داخل المرفق السياحي أو المنطقة المحيطة به، ومن ثم يوفر فرصة لتحقيق المنفعة بين شركات التأمين والمرافق السياحية. وقد تلجأ إدارة المرفق السياحي للتعاقد على أنواع أخرى من التأمين للحيلولة دون تحمل خسائر أو أضرار إضافية عندما تكون لدى المنظمة السياحية محفظة استثمارية ومن بنودها تطبيق إجراءات لمواجهة المخاطر المحتملة من خلال عمليات البحث والتطوير. وبالرغم من ذلك أيضا يتطلب اختيار طرق مناسبة لتقدير حجم المخاطر وتخمين احتمالية تكراره وحدته من خلال وضع مقياس لتحديد حجم الخطر أو الخسائر المحتملة أو التي تفوق التوقعات. ومن ثم فإن ذلك سيعطي صورة واضحة أمام الإدارة العليا في تقييم مستوى الخطر وفي اتجاهات متعددة، بما يؤدي إلى استيعاب كل الاحتمالات المتوقعة من الأخطار. ومن جانب آخر يتطلب توفير كم هائل من المعلومات ذات الإفادة القصوى وبصورة موجزة يمكن الحصول عليها من خلال تقييم مثالي لحجم المخاطر بصورة علمية، لأن مواجهة مخاطر كثيرة غير دقيقة في احتسابها قد يقلل من فعالية المنظمة السياحية وإدارتها. إن التطبيق يضمن وجود سيطرة لمواجهة المخاطر وبناء استراتيجيات تحد من حجم المخاطر ووجود معلومات وافية عن أنواع المخاطر وتحدياتها، ومن ثم سوف يوفر معطيات مهمة متمثلة بالنقاط الآتية: تحقيق إمكانية خفض حجم المخاطر، تحقيق إمكانية خفض حجم المخاطر، تحقيق إمكانية خفض حجم المخاطر. 2، معرفة العلاقات المؤثرة لتخفيض شدة المخاطر، معرفة العلاقات المؤثرة لتخفيض شدة المخاطر، معرفة العلاقات المؤثرة لتخفيض شدة المخاطر، بناء خطط علمية لمواجهة الأزمات وتدريب الموظفين عليها، بناء خطط علمية لمواجهة الأزمات وتدريب الموظفين عليها، بناء خطط علمية لمواجهة الأزمات وتدريب الموظفين عليها. التوجه نحو تأمين المنظمات لمواجهة أنواع محددة من المخاطر من أجل تقليل أثرها. التوجه نحو تأمين المنظمات لمواجهة أنواع محددة من المخاطر من أجل تقليل أثرها.
ومن جانب آخر تكون الأهداف المعلنة عن الإدارات العليا في عملية مواجهة المخاطر التي يمكن أن تصيب المنظمة من هنا أو هناك. بالإضافة إلى ذلك، التركيز على أهداف المنظمة يعطي قوة دفع باتجاهات متعددة، مما يتطلب من الإدارة السياحية التعرف على الفرص والتهديدات التي تحيط ببيئة المنظمة من جهة، كالاحتفاظ أو نقل الخطر إلى جهة أخرى، من السيطرة على موقف مواجهة الخطر من خلال مراقبة البيئة المحيطة. ومن هنا فعلى القائمون على إدارة المواقع السياحية والمنظمات السياحية تحديد الأولويات والاختيارات لاستخدام الموارد المتاحة والمتوفرة التي تكون محدودة في العادة، وذلك عند التخطيط وعند اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كل من الآثار والمباني والمعالم والمواقع التراثية بهدف ضمان حسن الوصول إليها واستمرارية استخدامها على المدى الطويل. وهو يعني أن عليهم أن يقرروا الاختيارات ما بين احتمالات متعددة مثل رفع مستوى الأمن ضد السرقة والتخريب وتحسين مستوى صيانة المباني للحد من تسرب مياه الأمطار مثلا على سبيل المثال. وتهتم إدارة الخطر بالمحافظة على أصول وممتلكات المنظمة وعلى قدرتها في تحقيق المنظمة السياحية وعلى قدرتها في تحقيق الإيرادات والمحافظة على الأفراد العاملين فيها ضد المخاطر المحتملة. كما أن إدارة الخطر هي مدخلا علميا للمشاكل المتعلقة بكل الأحوال التي يمكن أن تواجهها المنظمة، وذلك من خلال بناء قاعدة معلومات تسند إلى القوانين والمبادئ والإجراءات لكي يتم الاعتماد عليها عند التنبؤ أو التوقع. وقد يكون الخطر مصدرا للتهديد ويؤثر على سمعة ومكانة ومستقبل المنظمة ومن هنا يكون إدارة الخطر بالنسبة للمهتمين بالسياحة هي نظرة علمية للتعامل مع الأخطار الحالية أو المتوقعة لتطبيق وصياغة إجراءات من أجل تقليل حدوث الخسائر التي يمكن أن تحدث. وتتعدد أنواع الخطر التي يمكن أن تؤثر في طبيعة وعمل القطاع السياحي من بيئة إلى أخرى ومن إقليم إلى آخر، مما يستدعي تكامل المعلومات حول المخاطر من خلال نظم الاتصالات والعلاقات العامة وعلم النفس.
وقد حددت منظمة السياحة العالمية عدة مناطق مصدرية للمخاطر التي تواجه أمن وسلامة السياح والضيوف ومستخدمو السياحة والجاليات، وتشمل البيئة الإنسانية والمؤسساتية خارج قطاع السياحة. 2. قطاع السياحة والقطاعات التجارية ذات العلاقة. 3. المسافر الفردي أي أخطار شخصية. 4. الأخطار الطبيعية أو البيئية، مناخية وطبيعية وباء. 5. مخاطر تتعلق بالموارد التكنولوجية والاستخدامات الملوثة. 6. مخاطر بشرية وإدارية واقتصادية. وسوف نقوم في المحاضرة الثامنة باستعراض كافة أنواع هذه المخاطر وشرح كل نقطة بالتفصيل.